ياسر عبد الله في مدينة تكريت. نسبة الإنجاز الحالي 87%. الفقرات التي أنجزت مشروع الهيكل الكونكريتي للمجسم بصورة كاملة، أعمال الكيربستون وكذلك الجدران الجانبية فوق المجسم أنجزت بصورة كاملة. العمل حاليا هو بأعمال الأعمال الكيربستون للطرق وكذلك منطقة التقاطع ضمن تحت المجسرات. العمل في هذا اليوم يتضمن أعمال تسوية ترابية للطرق لغرض المباشرة بأعمال الصب اللي تم استحصال الموافقة بتحويل أعمال السبيس إلى أعمال صب بالكونكريت المسلح بطبقاتين من البي آر سي، كذلك الأعمال أعمال التنقير والحفر في بعض الشوارع ضمن حدود المجسر، بالإضافة إلى أعمال مد السليفات الخاصة بالأعمال الكهربائية وكذلك السليفات الخاصة بخطوط المطرية للمجاري.